في القرآن أيضا قول الله سبحانه: وقالوا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يقول الله سبحانه وتعالى: لكل ضعف ولكن لا تعلمون. إذا فكرة أن يقول الإنسان أنه مأمور، يعني إذا كان الظالم يضرب بالكرباج وهذا الإنسان عد نفسه آلة مثل هذا الكرباج التي يتم الضرب به، يعني ليس له عقل، تفكير، اختيار، فرص، لا، يجب هنا أن يشعر الإنسان بمسؤوليته، وأن شر ما يفعل الإنسان أنه من أجل وظيفة أو من أجل منصب إعلامي أو من أجل شهرة أو سمعة أو حفاظ على مكانته أو طمع في المستقبل أو أي اعتبار أو مصلحة، يرتكب الإنسان جريمة في حق الآخرين، جريمة في حق الناس. يعني إنسان مثلك، هل يجوز أن الإنسان يقتل ويقول أنا مقهور؟ لنفترض أن شخصا ما وقف الظالم على رأسه وقال له: إما تقتل هذا الشخص أو سوف أقتلك. هل يجوز أن يقتله ويقول والله إذا ما قتلت يقتلني أنا مكره؟ لا، ما يجوز. ولو قتله لكان قاتل نفس، وفي الدنيا يعاقب قصاصا. ليش؟ لأنه يعني أن تقتل أنت أهون من أن يقتل هذا الشخص. إذا قتلت أنت قتلك الظالم الباغي الطاغي ويلقى جزاءه، لكن أنت قتلت هذه النفس بغير حق من أجل الحفاظ على حياتك، فمن حضرتك أنك تفضل أن تعيش على أن يموت الآخرون؟ ولذلك يعني قصة النجاة من الفرعونية، قصة الإيمان، أنه لا رزق ولا مال ولا منصب ولا أي سبب من الأسباب كافي لأن يجعل الإنسان يقف في صف الظالمين. وهنا نستذكر الفرق بين نموذج الفرعون وبين نموذج موسى: قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. شوف القصة هنا، المؤمن يجب أنه يعني ينفض يده: فلن أكون ظهيرا للمجرمين. يعني إذا لم تقل الحق فلا تقل الباطل، وإذا لم تفعل الحق الصواب فلا تفعل الخطأ، وثق بأن الله سبحانه وتعالى سوف يحفظك. نحن فيما رأينا في أعمارنا القليلة والقصيرة كم رأينا من أناس تزينوا ونافقوا ودافعوا وقالوا الباطل، ثم رأوا في حياتهم الدنيا كيف أن الله سبحانه وتعالى أبعدهم ولم يحصلوا على نقير ولا قطمير مما كانوا يحلمون به. وكم رأينا من أناس تحملوا وصبروا وصابروا وانجلت الغمة وزالت المعاناة وعاد لهم أفضل مما كانوا يرجون ويتوقعون. فالرزق عند الله، والعطاء عند الله، والدنيا والآخرة والعمر وكل شيء هو عند الله سبحانه وتعالى، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون.